تتصوروا أنتم الآن الرجال مولى ورجال إلا من رحم ربي، ونساء ما بقى ونساء إلا من رحم ربي. حتى والله البارحة برك وأنا داخل في الليل داخل للدار كنت مع الأهل وكذا، قلت لزوجتي قلت لها قلت سبحان الله المرأة هذه واش راه يدير في الطريق، قالت لي واش بيك أنت يا، قلت لها واش، قالت لي راجل والله غير بنيتي بنيتي، قالت لي راجل، قلت لها وراها، قلت لها قولي ذكر واش راجل، قلت لها وراها رجل هنا، إي نعم والله غير شكل المرأة يعني سبحان الله، قالت لي راجل هذا ماشي امرأة، قلت لها ملا إذا كان هكذا فهو ذكر وليس برجل، إن الرجولة عندها أماليها. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، هذا ما رجال ليوصفهم ربي، ماشي واحد رب العالمين سبحانه كرمه هو يتشبه بالأنثى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. يعني الآنكم تشوفوا هذه المثلية ولا إخواني واسمه أنسى يتزوجوا بنساء ورجال يتزوجوا برجال، ولا الرجل اللي يولي مرأة والمرأة تولي راجل في عمليات جراحية، وهذه من العمليات الجراحية الموجودة يا إخواني التي تسمى بتغيير الجنس. تغيير كاين تغيير وكاين تصحيح، كاين فرق من ناحية شرعية باش تكونوا على بالكم، كاين تصحيح وكاين تغيير. تغيير معناته هو في أصله ذكر يغير سبحان الله الجنس تاعو يولي أنثى، والعكس بالعكس هي أنثى في أصلها تغير جنس تاعها تولي ذكر. أما التصحيح فلا، التصحيح معناته فيه عيب، فيه عيب بعد يجرى له إخوان اختبار، هذا اختبار يعني دقيق يشوفوا الجنس تاعو ما هو، فإذا ثبت أنه ذكر إذا تجرى له عملية لتثبيت ذكوريته، ولا تخرج نتائج بأنه أنثى تجرى له عملية لتثبيت أنثويته، معناتها هنا هذا اسمه التصحيح، والتصحيح جائز بشروط طبعا. أما التغيير فهذا من عمل الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا الأمر يا إخوان صارت عنده جمعيات وعنده مواقع وانتشر للأسف، ولات عندهم حتى رموز لهذه هذا الألوان هذه كما تعلمون، وبعد حتى ذوك هاملك الأدوات المدرسية لاحظتم، وكاين فيهم هذا الشعارات، شعارات المثلية. وسبحان الله يراد لهذا الجنس الثالث، هذا الجنس الثالث يعني أن نعترف يعني به، فلا نستطيع، الفطرة تموج ذلكم، حتى سبحان الله الغرب موش قابل بهذا جميعا، يعني كاين ناس عم يدفعوا باش يتحقق هذا الموضوع، ولكن سبحان الله أنا شفت واحد الإنسان يا إخواني عنده وليده دار عملية تاع تغيير الجنس، ماذا داروا له برنامج باش يستقبل وليده، بدا يبكي ما قدرش كي شافوه بدا يبكي، يعني الطفل عباك هو بكى بالفطرة مع أنهم هم ناس كفار، بصح كي شافوا وليده بكى، شوف بالفطرة كيفاش أنت وليدي أنا يا ربي رزقني مثلا ذكرا وفرحت بك ذا وإذا بي أراك الآن، يا سبحان الله، يعني حتى الفطرة تمج هذا الأمر. ولكن للأسف يا إخواني هذه أيضا يعني هذا يعني تحدي، ولهذا أنا ذكرت في محاضرتين سميتهم من أخطائنا في تربية أولادنا، أنه لازم نحذر من مزلق في تربية الأولاد، هذا المزلق الآن راهو موجود يعني بقوة. مثلا تلقى واحد عنده طفل في وسط بنات، ولا عنده طفلة في وسط يعني أبناء، لازم يراعي الأمور، إذا كان الطفل ناشئ في وسط بنات هي صعيبة، يقدر هو يأخذ من صفاتهن، والعكس بالعكس تقدر الطفلة إذا نشأت في وسط ذكور، ولهذا لازم تلقى الحلول، مثلا الطفل لازم يخالط أولاد عمه وكذا باش يحافظ على الذكورية تاعو، والطفل لازم تخالط مثلا بنات عميها وكذا باش تحافظ على الأنوثة ديالها. وإلا يا إخوان الآن نشوفوا أمراض تظهر بقوة من أسبابها أننا يعني نخطئ في تربية أولادنا. يقول لك مثلا احنا الآن أولادنا لازم نخبيهم ما نخليهمش يخرجوا للشارع ما يخالطوش، صح يمكن صح، مع الانتباه إلى مثل هذا المزالق، بالإضافة إلى وسائل التكنولوجيا هذه اللي فتحت ثاني على الأولاد، مثلا حتى رسوم متحركة ولا كاش مضحكات أو مسليات أو شيء من هذا القبيل، بصح فيها غرس المثلية، ولذا أحذركم من رسوم متحركة، طبعا هي أنواع كثيرة، هي من إنتاج صهيوني خبيث لترويج المثلية ولترويج التخنث
أو العكس في يعني أخلاق أولادنا.